الاهتمام والتصنيف اللي موجود في مركز عمر المختار. نتمنى ان يوفر ان شاء الله في طرابلس ويأخذوه. بس واحد ما ظنيش حتى اليوم في الكلام. عندك في عيال ماشيين يديروا في المصارعة ماشيين في رتبتك وماشيين بتخش على اثنان. السبب نجمع من جديد كان على هنايا باش نطلعوا السبب. مش عطلة سبب. هذا تستمر. بالنسبة لحبة شغل الشباب مفتوح بالضبط. لكن تو حتى لو ربي جاي موجه بالتهم ما تقولش انا راهو هنايا تو مرخيه شويه لكن راهو موجود. حاول تغطيه في المواد اللي عندي الاسبوع هذا يكون عندهم. ثاني شيء كل واحد يغيرها على يسر الخبر. حكينا على الديمقراطيه ما عادش اسبوع حتى لو ربي بلاك المفروض تبقى عندنا مذكره راجعه بالنسبه لكم انتم قاعدين انضباط جد الصحيح ان وحقوه في هذا التخصص اذا كان كل واحد بيغير راهو تخصصه على يبي على حسب رغبته. الدارسين هذا من تقل بعد العام الاخر تقل في 10 سنوات ولا